السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ بعد إذنك، كنت عايز أخد نصيحة حضرتك بحكم علمك وخبرتك في الحياة. الله المستعان. دلوقتي أنا حاطط فلوسي في فودافون كاش، هل تنصحني إن أنا يعني أشيلها وأحطها مثلا في بنك زي البنك الأهلي أو بنك مصر أو الحاجات دي، ولا أستمر في فودافون كاش؟ يعني تاخد فوائد منها ربوية ولا إيه بالضبط؟ فودافون كاش لا ما بتاخدش فوائد، لكن البنوك التانية أسمع إن هي بتاخد فوائد. على العموم لا تحل الفوائد من أي جهة كانت، إنما إذا أخذت الفوائد قدرة وأخذت الفوائد تخلص منها. يعني لو أنا نقلت فلوسي لأحد البنوك التانية دي، في بيديني خيارين، يا إما إن أنا أقفل الفوائد خالص، يا إما إن أنا أفتح الفوائد. هل أنا ممكن أفتح الفوائد مثلا وأجيب الفوائد دي وأتخلص منها للفقراء، إن كنت أو أقفل البتاع من أوله؟ إن كنت تأمن على نفسك لا بأس بذلك. الأفضل إن أنا أقفله؟ لا ما قلت الأفضل، لا قلت إن كنت تأمن نفسك فالأفضل تأخذها وتعطيها للفقراء على سبيل التخلص منها. جزاك الله خير.